مساء الخير واهلا بيكم معانا طرطق ودانك وفنجل عينيك. موضوع النهارده يهم معظم شباب مصر ويمكن عامل عقده لشباب كتير جدا وخصوصا العاطل منهم. موضوعنا بيتلخص في جمله واحده اللي دايما بنقول فيها خلي بالك فلان ده يبقى قريب فلان بيه. تعالوا الاول نرحب بضيوفنا بالنجمه ريهام عبد الغفور والنجم احمد سعد. هاي ريهام. هاي احمد. الواسطه هي اللي بتخلي ناس تقعد في البيت وناس تشتغل، واحنا عايزين ناخد راي ضيوفنا في الموضوع ده. ايه رايك يا ريهام، بتشوف ان الواسطه دي فعلا بتكون سبب في ان ناس ما بتشتغلش وما بتاخدش فرصتها؟ لان بيبقى في مثلا اماكن معينه في اي شغلانه او حتى في المدارس او في حاجات كده، فمثلا في مدرسه بتاخد مثلا 30 طفل من 300 بيختاروهم، فبيختاروهم بناء على ايه؟ على الوسائط. انا حصلت لي بالفعل يعني مع ابني، انا جربت كده حاجه في مدرسه معينه فلقيت ان فعلا اللي وسطته كانت اقوى هو اللي اتاخد، فهي حاجه موجوده جدا بس هي بتبقى انفير شويه. بس ابنك دخل؟ لانه طبعا دخلش. مع ان ريهام عبد الغفور طبعا انا كنت جايبه واسطه بس واسطه بقيه ال 30 كانت اقوى. او طب بالنسبه للشغل بقى، احنا عايزين نتكلم او نطبق نظريه الواسطه دي في الشغل. على اساس ان انا بنت ممثل وكده؟ لا خالص بجد، يعني على حسب الشغلانه. ممكن مثلا في الطب ممكن يبقى في واسطه ان هو يبقى يشتغل في مستشفى ما، الله اعلم يعني. بس بتهيألي في الفن بالذات مفيش واسطه، ودليل على كده ان في فنانين كبار قوي اولادهم حاولوا يمثلوا ما قدروش يكملوا او ما نجحوش قوي، فبتهيألي مفيش واسطه في الفن. هو ده يمكن اللي احنا عايزين نقوله فعلا. هقول ايه غير كده؟ يعني ان الواسطه ممكن تديك الخطوه الاولى بس، لكن لو انت مش عندك موهبه ما عندكش استعداد انك تجتهد وتشتغل على نفسك وتبقى احسن، الواسطه مش هتعمل حاجه. احمد، ايه رايك في موضوع الواسطه؟ هل بتشوف ان هي فعلا برضو بتقعد ناس في البيت ما بتديهمش فرصتهم؟ والله هقول لك على حاجه، هو موضوع الواسطه يعني انا عن نفسي شخصيا ما بحبوش، يعني ما بحبش الموضوع ده. بس زي ما انت قلتي، هي الواسطه ممكن توصلك ل يعني خطوه اولى بس انت لو ما عندكش بعد كده الامكانيات مش هتوصل وتكمل. يعني انا شايف ان موضوع الواسطه للاسف هو ممكن فعلا يخلي ناس تشتغل وفي ناس ما تشتغلش، وده للاسف. يعني انا يعني ده حاجه انا مش سعيد بيها خالص، بس هي بتحصل حقيقي يعني، وده انا نفسي ما يكونش موجود. يعني لان في ناس كتير عندها مواهب وعندها حاجات وعندها امكانيات بتبقى ناقصها بس الواسطه، وده ما حبوش يكون موجود يعني. احمد، قبل كده لجأت في حياتك مره للواسطه؟ اتزنقت فاضطريت انك تلجأ لها؟ بص هقول لك على حاجه، والله يعني انا برضو يعني عايز اوجه يعني كلمه للشباب برضو من يعني من موضوع الواسطه ده. انا في دخولي في معهد الموسيقى العربيه دخلت في الاختبارات، قعدت اجتهد جدا جدا وقعدت احفظ موشحات وادوار وحاجات يعني غير سني خالص. المفروض لما ادخل المعهد ابتدي احفظ الحاجات دي. دخلت وانا حافظها في الاختبارات وقعدت اعمل يعني الحاجات اللي هي الرولز بالظبط بتاعه المعهد اللي لسه هتعلمها كمان سنتين ثلاثه. فالناس يعني لجنه التحكيم قالوا لي هو انت ابن مين؟ يعني عايز اقول لك ان يعني ساعات لما انت تبقى انت بتجتهد من نفسك وساعات لما بتعمل حاجات الناس تسالك انت يعني ابن مين، وانا مش ابن حد. يعني انت لما اجتهدت نجحت، يبقى الموضوع مش موضوع واسطه. بالعكس، واعتقد ان يمكن الواسطه دي موجوده على مستوى العالم كله، بس ستيل برضو اللي بيثبت نفسه هو البني ادم اللي فعلا بيجتهد وبيشتغل طبعًا. يعني يشتغل ان هو يبقى احسن. ساعات بقى ساعات بتبقى انت من كتر شطارتك ومن كتر ما انت موهوب وبتعمل حاجات فعلا حلوه ما بتفرقش معاك الواسطه، لان اللي بياخدك في الشغل بيبقى محتاج في النهايه مصلحته برضه، يعني محتاج ان هو في النهايه عايز برضه. بس هي انت عارف عشان يعرفك، هي دي اللي بتبقى مشكله. هي دي بس ان عارفك عشان تدخل نفسك بس عشان تدخل هي دي بتبقى ممكن مشكلة. حد طبعا يتوسط لحد في حاجه، ولو البني ادم ده ما عندوش اي موهبه خلاص يعني الواسطه دي مش هتعمل له اي حاجه. يعني هيخسر عشان الواسطه برضه في الاخر يعني. بس لا، ساعات بقى بيبقى العكس هو اللي وحش، يعني ممكن ما يكونش عندك حاجه بس الواسطه دخلتك. هو ده بس مش هينجح في الاخر. ايوه بالظبط، بس مش هيكمل، مش هيقدر يكمل لو ما عندوش حاجه فعلا يعني يديها في المجال ده، مش هيقدر. بالظبط. تعالوا بقى نشوف طرطق صديقي وحابب جدا انه يرحب بيكوا. طرطق هيرحب بالنجمه ريهام عبد الغفور. ريهام عبد الغفور.
هو ده طرطة. هو ده بقى الطرطة اللي بيسمع كويس قوي على فكرة، وعنده على فكرة بيتذوق الشعر كويس لأنه ودانه كبرت من كتر السمع. طرطة دلوقتي عايز يرحب بالنجم أحمد سعد. أحمد سعد حلوة. وتعالوا بقى مع بعض نبدأ أسئلتنا وندخل بقى في الجد شوية، والأسئلة دي كل سؤال عليه 5 درجات، ونبدأ بريهام عبد الغفور لأن احنا دايما بنقول ladies first. أول سؤال بيقول أهم سبب في استخدام الواسطة دلوقتي هو البحث طبعا عن فرصة عمل، يا ترى تعرفي نسبة البطالة في الوطن العربي كام في المية؟ 17 ولا 10 ولا 55؟ 17. فنجل صديقي الآخر هو بيكون دايما معاه السكورز وهيقول إجابة صح ولا غلط. إجابة صحيحة وخمس درجات لريهام عبد الغفور. نيجي بقى لأحمد، تعرف نسبة البطالة في مصر كام؟ 12% ولا 9% ولا 20%؟ سهلة دي. انتوا هتغششوا بعض بقى. 9. فنجل الإجابة صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة وخمسة خمسة لضيوفنا. وتاني سؤال لريهام عبد الغفور بيقول عدد الشباب اللي سنهم ما بين 15 ل 24 سنة في مصر وصل لكام؟ 44 مليون ولا 22 مليون ولا 13 مليون؟ 22. فنجل؟ ايه فنجل ظريف قوي النهارده. مفيش حد غلط خالص. 10 درجات لريهام عبد الغفور. وتاني سؤال لاحمد سعد بيقول نسبة البطالة في مصر سنة 60 كانت كام؟ كانت 3% ولا 12% ولا 2.5%؟ سنة 60. أنا ما وعاش، هما اللي حكوا لي قبل ما أقول 12. 12. فانجل إيه الأخبار، صح ولا غلط؟ لا 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 هو المره دي مش استقصادك بصراحه، فعلا الاجابه خاطئه. نسبه البطاله في مصر سنه 1960 كان 2.5%. اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه ان فعلا الواسطه مش بس في مصر، الواسطه موجوده في العالم كله، لكن لو انت انسان مش موهوب، مش محطوط في المكان الصح، مش بتشتغل على نفسك انك تكون افضل وبتجتهد وبتنمي قدراتك، فالواسطه دي هيكون ملهاش اي معنى، يعني هي مش وسيله ابدا للنجاح. خليكم معانا لسه في فقره جايه وطرطقوا فنجل. نرجع لكم مره ثانيه، وتاني فقره في حلقتنا النهارده هي فقره الزهر. الحظ مهم جدا في حياه كل واحد فينا، بس الحظ وحده لا يكفي. ضيوفنا طبعا هيتفضلوا هنا معانا عشان يرموا الزهر، واللي هيجيب سكور عالي ليه سؤال سهل، اللي هيجيب سكور اقل ليه سؤال صعب وربنا معاه، فمش دايما الحظ هينجدك. ليديز فيرست. اوكي بالك مفيش قرص بقى ولا صعب الزهر؟ لا 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 ممنوع. اهو اهو ها 6 لريهام عبد الغفور، محظوظه جدا. يلا يا احمد، هو اللي يجيب سكور عالي هو اللي ليه سؤال سهل. حاول هتعمل ايه؟ خلاص جاله اكتئاب اصلا من الاخر. مفيش 7. لو جبت 6 هتعيد ورمي الزهر تاني. حاول بقى، حاول ما تجيبش 6. 1 يا حرام. 1 لاحمد سعد. يعني انا كده دلوقتي الزهر علاقتي بقت وحشه، وفنجل زعلان معايا. في مشكله على فكره في الحياه. اتفضلوا بقى عشان نسالكم الاسئله السهله والاسئله الصعبه. طيب خلينا السؤال السهل الاول للنجمه ريهام عبد الغفور. مشكله لو السؤال السهل ما جاوبتوش بقى. بتحصل عادي جدا. ما هي عاصمه مصر؟ الاسكندريه ولا القاهره ولا اسوان؟ صعب قوي ده اصلا مش سؤال. اساسا الاسكندريه. القاهره طبعا. القاهره وريهام عبد الغفور هي 5 درجات. لحد دلوقتي 15 درجه لريهام عبد الغفور. احمد بقى الله يكون في عونك. انا مش هتكلم غير في وجود المحامي بتاعي. نشوف بقى السؤال الصعب، مين مؤلف كتاب عبور الرمال؟ ابن بطوطه ولا والله كويس المفروض تكون مثقف. خلاص انت بقى انسان مقعر. ابن بطوطه ولا ماركو بولو ولا ويلفريد فيسجر؟ بصي هو الاسم الكتاب نفسه صعب، فممكن يكون الاسم بتاع الراجل نفسه برضه صعب. انا شايفه لازم الاثنين يبقوا صعبين. طب قولي لي كده الاسم الثاني كده. ماركو بولو ولا ويلفريد فيسجر؟
ولا ابن بطوطه ده بقى الاسم؟ لا هو لا التالت بقى اصعب اسم اللي هو والفريد تيسجر. ماشي طيب الاجابه صحيحه وده الحظ بتاعنا. يلا عشان تعرفي ربنا ما بيسيبش حد. يلا بقى عشان ترموا الظهر تاني ويمكن يكون حظك المره دي احسن. ليه نرمي مرتين ليه؟ ما هو عشان في سؤالين فلازم لازم نديكوا فرصتكم برضو. حاول بقى تظبط الاسكور. قلت لك بتقرص في الظهر. لا لا يلا ريهام ليديز الاول. ليديز ليديز ليديز. ها اربعه لريهام عبد الغفور. انا عارف حظي. لا انا حاسه انك هجيب سته من اثنين لثلاثه. اسمعي مني لحد دلوقتي 15 10. حاول بقى تعمل اي حاجه تتعادل اي حاجه وثلاثه. ما انت عارف فعلا. انا قايل لك واضح ان احمد يا جماعه مذاكر جدا فعايز الحاجات الصعبه. طب انا اعمل ايه في الموضوع ده؟ انا بحب السهل ده ما بحبوش. طيب السؤال السهل لريهام عبد الغفور ولحد دلوقتي 15 10 لريهام. تاني سؤال سهل لريهام بيقول عمله اليابان ين ولا دولار ولا يورو؟ ين طبعا. طبعا سؤال سهل يا جماعه احنا مسهلينها جدا. وخمس درجات لريهام عبد الغفور. سقفوا ليه؟ سقفوا ليه؟ سقفوا ليه؟ سقفوا ليه؟ محدش يسقف. محدش يسقف. 20 10 لريهام عبد الغفور. واحنا قلنا ده سؤال سهل يعني فمش عايزين نبقى طيب السؤال الصعب. مش عايزين نبالغ. ماشي مبالغه. هقول لك الواسطه ماشيه هنا في الحلقه. مش كده؟ لا وفنجل عليك وكله عليك ومش ممكن يعني. طيب السؤال الصعب ليه احمد سعد بيقول اكبر جزيره في البحر المتوسط ايه هي؟ قبرص رادوس ولا صقليه؟ على فكرة مش صعب قوي. انت ماشية في السهل 100 100. انا بديلك سهلة. رودوس ولا صقلية؟ هي اللي في النص حلوة. متأكد؟ ايه اللي في النص طيب؟ قول كده. قول. رودوس هي دي اللي انت عايز تقولها؟ هي اسمها عجبني والله. رودوس هي دي اللي عايز تشاور عليها؟ خلاص ماشي. هي لا اقول لك على حاجه. الاولى يلا اللي هي قبرص. قبرص اللي اصغر واحده يعني. انا عارف ان هو اكبر واحده في البار. ماشي قبرص خلاص يعني الاثنين. طيب الاجابه غير صحيحه. لا 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 هعمل لك لا لا لا. امال طلعت ايه؟ الاجابه صقليه. يعني ليه انت ما قلتهاش؟ اصلا مش موجوده في حاجه. انا استاهل طبعا. 20 10 لريهام عبد الغفور. يا جماعه بجد الحظ وحده لا يكفي. لازم تركزوا كويس في الاجابات. هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع لاهم واخر فقره في حلقتنا. ورجعنا لكم تاني واخر فقره في حلقتنا النهارده ودي الاهم عشان كده عليها 10 درجات. لحد دلوقتي السكور 20 10 لريهام عبد الغفور. يعني لو احمد سعد اخذ ال 10 درجات هيكون في تعادل ما بينهم. لو ريهام اخذت 10 درجات هتكون السكور بتاعها 30 10. هنسمع مع بعض مشكله انسانيه وهيهمنا جدا راي ضيوفنا يقولوا رايهم في حل المشكله دي وليه قالوا الراي ده علشان يحصل فوتس على اسباب رايهم من الجمهور اللي معانا في الاستوديو. فتعالوا نسمع المشكله مع بعض ونرجع ناخد راي ضيوفنا. انا من اسره مستوره والحمد لله، رياضي، واحد من اللي فازوا ببطوله الجمهوريه في الكاراتيه. والدي راجل محترم ومن عيله محترمه، موظف كبير في احد الشركات الخاصه. والدتي مهندسه. اتخرجت من الثانويه العامه بتفوق. بدات افكر ان اخش الكليه اللي انا بحبها، كليه الشرطه. ما كنتش قلقان خالص ومش مصدق اللي بيتقال على الواسطه، وانا واثق ان في السليم، مجموعي عالي، صحتي كويسه. قدمت ونجحت في الاختبار، اختبار ورا التاني، لحد ما وصلت لكشف الهيئه ورفضوني. الدنيا اسودت في وشي. فكرت كتير في الانتحار وقلت استنى السنه الجايه، بس للاسف اتكرر معايا نفس السيناريو. المشكله دلوقتي ما بقتش فيا، بقت فابويا اللي صحته بتتراجع يوم ورا يوم بسبب انه عنده احساس انه مش عارف يساعدني. وانا ما بقتش عارف اعمل ايه. هل اتنازل عن حلمي واروح اي كليه والسلام، ولا استمر في المحاوله؟
سمعنا طبعا المشكله الانسانيه مع بعض، بس عايزين نوضح نقطه معينه، ان تحديدا كشف الهيئه، يعني بنسمع ان في ناس بتتقبل في كليات عسكريه او كليات شرطه بالواسطه، لكن في كشف الهيئه تحديدا بيكون في مواصفات شخصيه معينه هي اللي بتاهله ان هو يتقبل او ما يتقبلش، فالموضوع ملوش اي علاقه بالواسطه. وطبعا احنا عايزين ناخد راي ريهام، الشاب اللي بيحكي المأساة بتاعته دي او القصه دي يعمل ايه؟ يفضل برضه يحاول ولا يفكر ان هو يغير مسار حلمه؟ هو من الاول كده، بس هو قال فكره الانتحار وبيفكر في الانتحار، فانا مش عايزه ابسط من مشكلته، لان هو حاسس اكيد دلوقتي ان هو ان هي مشكله كبيره، واكيد انا يعني كل واحد بيبقى حاسس ان مشكلته هي اكبر مشكله. بس برجع اقوله برضو ان ايام الدراسه كده كنا واخدين الموضوع جد قوي وعلى اعصابنا قوي، بعد ما اتخرجنا حسينا ان الموضوع لو كان خدناه مش على اعصابنا قوي كده كان اللي هيحصل هو اللي هيحصل، يعني فاهمه ازاي؟ فانا شايفه ان كل واحد بيبقى عنده 24 قراط، بيبقوا متقسمين على حسب ما ربنا عايز، وما شاء الله واضح ان هو من عيله كويسه، اهله والدته ووالده كويسين، وهو رياضي صحه كويسه، فواضح ان هو القراريط متقسمين عنده في الحاجات دي، فلو جت على الكليه اللي هو مش عايزها وكده فخلاص الحمد لله. يعني انا رايي ان هو يدخل في كليه تانية، ولو ممكن يقدم السنه الجايه تاني، يتقبل خير وبركه، ما تقبلش خلاص بقى يمشي في حياته عشان ما يوقفش حياته على الموضوع ده، لان الحمد لله هو عنده حاجات كتير قوي تانية كويسه، فاهم قصدي؟ تمام تمام. وراي احمد ايه؟ هقول لك انا، بص انا عن نفسي يعني في حياتي كده بحس ان الواحد طالما ماشي في الخير او ماشي في الحاجه الصح ربنا بيقدمه خطوه تانية، ولو واحد ماشي في الشر ربنا بيسيبه بس ما بيقدموش خطوه في الشر يعني. فهو انا شايف انه ماشي كويس وبني ادم كويس ورياضي وبيعمل كل حاجات يعني ترضي ربنا، يعني اكيد فيها مصلحته ان هو ما يخشش كليه شرطه، دي فيها مصلحته، ربنا بيديله خطوه احسن من كده، او ممكن يكون ليه حاجه تانية احسن من كده. انا شايف ان هو ووالده يعني ما يعتبروش ان العلاقه بينهم وبين اللجنه بتاعه الاختبار، لان مفيش بينهم يعني، ما يعتبروش ان هي حرب، هم رفضوه ودخلت ورفضوني تاني، لا الموضوع خالص الموضوع ربنا، ودول سبب ربنا حطهم في طريقه علشان ما يخشش بس كده، عشان ممكن يكون فيها شر ليه يعني، مش شرط يكون البني ادم، ممكن يكون فاهم ان فيها خير ليه في المكان ده، وهو طبعا اكيد وهو مش خير ليه. يعني مش ممكن هم مستقصدينه يعني. لا هم اكيد مش مستقصدينه، واكيد هو ربنا بيسبب لهم برده يعني، ربنا بيخليهم يقولوا لا على الشخص ده، هو بيبقى كده بيبقى من عند ربنا، وربنا في حاجه تانية كويسة كلنا قوي اسباب هينجح فيها. بالظبط، كلنا اسباب لبعض، بنخلي بعض يا اما نروح في الصح يا اما نروح في الغلط، فكده يعني انا شايف ان الموضوع كله ياخده من عند ربنا، هو اللي بيختار لك، وربنا ان شاء الله يدخلك حاجه احسن، وهتفتكر بعد كده انها احسن واحسن من اللي انت كنت عايز. بالظبط، ممكن بعدين يبقى يشتغل في حاجه تانية وينجح قوي قوي، يفكر ان لو كان بقى حاجه في الشرطه ما كانش اتحقق التحقق اللي هو اتحققه دلوقتي. بالظبط، ان شاء الله. عايزين بقى نشوف الفوتس وراي جمهورنا اللي معانا في الاستوديو. الفوتس جاهزه دلوقتي وهنشوف مين اللي اخذ اصوات اكتر. 17 صوت لريهام، 31 صوت لاحمد سعد. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ بصي السؤالين اللي انا سالتهم دول كسبت عطف من ايه؟ ايوه بس اصل مفيش اي حتى عايزين بقى اقل، مفيش اي يعني نسبه وتناسب، ده انت سابق بكتير قوي. لا خالص. في تعادل دلوقتي ما بين احمد وما بين ريهام عبد الغفور، بقى السكور 20-20، فطبعا زي ما بنقول دايما ليديز فيرست، ريهام هتحكي الحاله اللي هم اختاروا حاله واحده يتبرعوا لها. ايه الحاله بقى؟ هو في طفل اللهم احفظنا عيان عنده حاجه في القلب، ووالده مش مقتدر كفايه ان هو يجيب له العلاج شهريا. هو المفروض ان هو يعني محتاج كل شهر علاج معين بنسبة فلوس يعني معينة تدفع له كل شهر لمدة ما يبقى عنده 20 سنة يعني. هو كام سنة دلوقتي؟ أعتقد 7 أو حوالي 6 سنين يعني. والمفروض إنه يعني باباه مش مقتدر إن هو يعمل له كده يعني، فيا رب إن شاء الله يعني يكرمه ويخف، وإن شاء الله يبقى ابنه يطلع دكتور إن شاء الله بإذن الله. إحنا معانا دلوقتي الأستاذ ممدوح، هو والد الطفل. ألو، ألف سلامة على ابن حضرتك.
الله يسلمك ان شاء الله تشوفه دايما بخير يعني. يا رب البرنامج يبقى سبب يا رب في ان هو يعني ان شاء الله يعدي الازمه دي. نشكرك يا استاذ ممدوح وربنا يا رب يشفي ابنك ان شاء الله. بنشكرك وطبعا بنشكر ضيوفنا، بنشكر النجمه ريهام عبد الغفور، بنشكر النجمه احمد سعد، نورتونا في حلقتنا النهارده. وطبعا لازم نقول في اخر حلقتنا ان مهم جدا لما تساعد اي شخص، مش لازم الناس كلها تعرف ان انت ساعدته. حلقه جديده ان شاء الله انتظروها مننا من طرطا وفنجل. وفنجل. لا 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 لا.